طيب بس اذا كان مين نجح؟ كان لو حب انا كان عمان زي الاخ ارفع فريق الشباب من الشباب لو كان عنوان الكومسيار الشباب هو سبل التحفيز في المشاركه السياسيه، هذا من جهه. من جهه ثانيه بعض الاخوه روجت ان كانت سبل الدعوه تاعهم المرجعيه الاسلاميه، هل ترى ان باقي الاحزاب غير اسلاميه هل هي يهوديه ام مسيحيه؟ صراحه أنا أقول أنا أقول على جميع الاحزاب السياسيه يلقى بانه دين الدوله دين الاسلام. يعني هذه من جهه، من جهه اخرى بعض الاخوه قالوا انه حضور الشباب بالضروري، نعم حضور الشباب بالضروري، ولكن فرض الوجود هو من الضروريات. هذا من جهه. اخ اخر قال انه المخزن، احنا ما عندناش مخزن، احنا عندنا حكومه. شوفوا هي كرسية الدولة، المخزن عطاني شكون هو المخزن؟ شكون هو المخزن؟ كتروجوا عندنا أفكار كان المخزن كيسية، فالمخزن، حنا عندنا رئيس الحكومة، عندنا وزراء، عندنا ولاة، عندنا مدير الدواوين، ما عندناش حاجة كتسمى المخزن، المخزن كري كنا كنقراو في التاريخ الجغرافي أنه كان المخزن، في 60 61 62 حتى 74، ما كانش المخزن، يعني هادشي بغيت نوجه. شكرا.